نتابع جدد ديالنا اليوم من امام المركز الرئيس لمهن التربيه والتكوين بطنجه. هو تلبيه لنداء التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المفروض عليهم التعاقد مديريه طنجه اصيله، يعني بحضور وبتواجد الاساتذه المتدربين فوج 2022 وكذلك بحضور نقابه الاف ان او. هو استمرار في معركه اسقاط مخطط التعاقد يعني اللي كتخوضها التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المفروض عليهم التعاقد، وكذلك ادماجنا في اسلاك الوظيفه العموميه. يعني هذه المعركه هذه يعني اللي كنخوضوها يعني تتعرض لمجموعه ديال الهجمات الشرسه، يعني من بينها متابعات صوريه في حق الاساتذه، في حق يعني الاساتذه كيف ما شرت، يعني 45 استاذ مؤخرا يعني كانوا كيتعرضوا طيله سنه ما يقارب سنه على انظار يعني المحاكم الرجعيه، يعني وصدرت في حقهم احكام جد قاسيه وصلت الى 3 أشهر من السجن النافذ في حق الاستاذه نزهه مجدي، ولا كذلك اشهر موقوفه التنفيذ وغرامات ماليه في حق باقي الاساتذه. يعني ما توقفش الهجوم لهذا المستوى هذا، وانما اخر انزال مركز كان بالرباط يعني تعرض للقمع اهوج، تعرضوا فيه الاساتذه للقمع والتنكيل والاعتقال، كذلك يعني مجموعتين ديال الاساتذه يعني تعرضوا للاعتقال يعني لمده 48 ساعه، وتلفقت لهم تهم مطبوخه في تهاليز وصلت الى حد سابقه، يعني 10 ديال الاساتذه يعني متابعين بتهم جنحيه لا لشيء الا لانخراطهم كيف ما شرت في معركه عادله ومشروعه هي معركه اسقاط مخطط التعاقد. اكيد واكيد ان تواجدنا الميداني يعني هو تعبير على ان التحصين ديال هاد المتابعين لا ينفصل عن معركتنا العادله والمشروعه. هاد الوقفه هذه هي تعبير على الاحكام كيف ما شرت، تعبير على التنديد بهاد الاحكام هذه، وتعبير كذلك على تشبتنا يعني بالادماج في اسلاك الوظيفه العموميه واي شيء واي حل خارج اسقاط مخطط التعاقد. يعني هاد الحوارات هذه المعقوده يعني وهذا يعني الترويج لنظام اساسي يعني نرفضه رفضا تاما، يعني ونعبر عن رفضنا التام من خلال تواجدنا الميداني بساحات النضال. يعني هاد الوقفة هادي ما كانت ماشي في بطنجة فقط، وإنما وقفات يعني بكل المدن ديال المغرب. هو تعبير كيف ما شرت على أن هاد الحوارات الماراثونية إلا كانت غادي تجيب شيء آخر من غير الإدماج فنحن لازلنا مرابطين بساحات النضال، وكذلك نرفض هاد الحوارات يعني في ظل هاد الواقع ديال المحاكمات، ونحمل المسؤولية لكافة اللامسؤولين اللي كيشاركوا في هاد الحوارات. هذه راه وصمه عار وخيانه لكافه الاساتذه المفروض عليهم التعاقد ولا للشغيله التعليميه ككل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.